توقعات الأرصاد المصرية استمرار نشاط الرياح المثيرة للرياح والأتربة على أغلب المحافظات الشمالية حتى مساء اليوم، لتتوقف بعدها الرياح المثيرة للأتربة والرمال مع انخفاض درجات الحرارة بمعدل من خمس إلى ست درجات مئوية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.